رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد الديك الناقد الرياضي في الشروق. مساء الخير على حضرتك، منورنا. الحمد لله، اهلا حضرتك. طبعا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم عنها، واكيد اهمها منتخبنا الوطني الاول واللقاء القادم ان شاء الله قصاد سوازيلاند. فلما نتكلم عن اللقاء القادم اللي هو يوم الثلاث باذن الله، بعد ما سافرت بعثتنا النهارده الصبح توصل باذن الله برده الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره النهارده، اكيد لازم نتكلم عن اللقاء الاولاني، لقاء مصر وسوازيلاند، اللقاء اللي انتهى بنتيجه 4 أهداف لهدف واحد. شفت اللقاء ده ازاي؟ ده يمكن كان لقاء هام جدا بالنسبه لمنتخب مصر بعد الانتصار الكبير اللي حققه قدام نيجر، فكان لازم ان المنتخب يمشي نفس خطواته عشان ما يحس بس ان المنتخب حصل فيه طفره. كان قدام 6-1 قدام نيجر، فكان هام جدا ان احنا نكسب الماتش الثاني علشان نحسن موقفنا كمان في المجموعه العاشره. الحاجة التانية كان بالنسبة لنا أول ماتش في القاهرة بجمهور، وكان في غيابات كتيرة، كان أبرزها خط الدفاع بتاعنا أحمد حجازي كانش موجود، كان برضو عندنا إصابات كتيرة موجودة وغيابات كتيرة موجودة، كان في برضو محمد صلاح إجهاد بالنسبة له بعد فترة من ماتشات كبيرة أو مع ليفربول. كان بالنسبه لنا الماتش دوت عنق زجاجه بالنسبه لنا، واعتقد المنتخب قدم شوط اول عالمي. كان في بعض شويه تراجع شويه في الشوط الثاني، ممكن نتيجه سوء ارضيه الملعب زي الناس كلها اشتكت، اللعيبه بعض اللعيبه اشتكت من سوء ارضيه ملعب استاد السلام. الملعب بيتلعب عليه ماتشات كتير قوي في الدوري، اللعيبه برده ما خدتش مثلا تدريب كبير كتير قوي على الملعب. فاعتقد ان المباراه كان بالنسبه لنا ممكن نقسمها شوطين، شوط اول كويس جدا، الشوط الثاني تراجع شويه، اجهاد لعيبه من سفر، لعيبه برضو بتلعب في ماتشات في دوريات اوروبا كتير. اعتقد ان الماتش بالنسبه لنا حققنا فيه نتائج كويسه يعني بالنسبه في المجمل العام يعني. طيب خليني اسالك عن المنافس، يعني منتخب سوازيلاند او حتى منتخب النيجر، هل دي منتخبات ممكن نقيس عليها سواء يعني قياده تجاري لمنتخبنا هي قياده موفقه، او حتى نقدر نحكم بها على مستوى منتخبنا بشكل عام؟ لا، صعب انك تحكمي على مدرب في ماتشين. اعتقد الماتشين يعني بالمقارنه مثلا بمنتخبات مثلا زي المغرب وزي نيجيريا وزي تونس، لا اعتقد ان احنا صعب ان احنا نقوم على بتاعته كمان. احنا لعبنا اصلا. شفت ازاي نتيجه مباراه تونس الاولانيه ولا الماتش بتاع امبارح؟ الماتش بتاع امبارح. لا، ماتش امبارح كان تونس كان يعني سجاله، وكان الهدف جه في بدايه الشوط الاول. كان بالنسبه لنا مش هو منتخب النيجر اللي احنا كان لعبناه. صحيح، اعتقد النيجر كانت يعني كان منافس ند قوي في تونس. بس برضه نرجع نقول ان تونس برضه كان عندها غيابات كتيره في الفريق. بالنسبه لنا يعني احنا كسبنا النيجر ب6 أهداف، وتونس ما قدرتش تكسب غير بهدف واحد. هدف واحد بس، فده برضه البتاع ده. هو عامه تونس في اللازر في المجموعه نفسها جابت 4 أهداف، جول في مصر اول جوله، جولين في سويسرلاند، وجول في النيجر. الهجوم بتاعها مش قد كده، بتلعب على قد اللي هو خلاص انا كسبت 1 كسبت 2، بالنسبه لي اهم حاجه 3 بونت ان احنا بنتجمع في مجموعه. فلو اجمع النقاط بالنسبه لي حققت 9 بونت اول المجموعه. صحيح، هيلعب ماتشات كلها الباقيه مستريحه، هو بس بالنسبه له هتبقى العقبه بس في ماتش مصر اللي هيتلعب هنا. هيبقى برضو الكلام، عشان كده الماتش بتاع مصر واللي جاي دوت ان شاء الله، ماتش سويسرلاند ان شاء الله من شاطر الرحمن، منتخب لي حق نتيجه كويسه، والنيجر ممكن تعمل نتيجه كويسه على ارضها، ونشوف ان شاء الله متعيد الصداره ان شاء الله باذن الله، نتمنى اكيد. طيب هل تتوقع ان يكون في تغييرات في التشكيل في المباراه القادمه يعملها بعد اكيد غياب محمد صلاح عن اللقاء؟ سمعنا ان الاقرب ليه يكون بديل هو الشحات. طبعا محمد صلاح طبعا هيغيب، وكان عندك الماتش اللي فات احمد حجازي موقوف، هيرجع الماتش دوت. اعتقد ان مستر اجيري ممكن يعمل تغييرات شويه، يرجع احمد حجازي تاني، باهر محمدي معاه، الناحيه الثانيه ايمن اشرف، احمد المحمدي ممكن يلعب زي ما هو بيلعب في الطريقه بتاعته علي غزال في ليبرو متقدم نص الملعب. لو طارق حامد في حالته ممكن يدفع بطارق حامد الماتش دوت. لازم اكيد محمد صلاح، في كلام على حسين الشحات وكلام في المعسكر يعني اللي حصل الفتره الاخيره في المعسكر، كان في تعليمات خاصه او جلسات خاصه بين الكابتن هاني رمزي وحسين الشحات. الماتش اللي فات مثلا كان في اكتر من لاعب، مثلا في عندنا مثلا تريزيجيه، وكان في عمرو ورده لعب بدل مثلا محمد صلاح، لكن اعتقد ان هو فعلا زي ما انت قلت حسين الشحات
بدليل ان حسين الشحات بيسير بخطوات كويسه مع نادي العين في الدوري الاماراتي الفتره الاخيره يعني. صحيح صحيح. طيب لو سالتك عن الفرق ما بين هيكتور كوبر واجيري تقول لي ايه؟ لا النتائج هي اللي بتحكم يعني. الراجل بيلعب بشكل مفتوح شويه على عكس التحفظ الدفاعي اللي كان هيكتور كوبر بيلعب بيه. وطبعا يعني مش عايزين برضو نخلي المصريين يعني او الجماهير تفرح بشكل ست اهداف واربعه بعديها، لان المنافس ده ما يتحكمش عليه وما عليه اي حاجه، ما يتحكمش عليه. ثانيا انت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك، فالطبيعي انك انت تكسب. ثانيا كمان اللي مريح الدنيا شويه النظام بتاع تصفيات كاس افريقيا. بس في ناس بيقولوا ان لمسات المدرب خلاص ابتدت تبان من الطريقه على الاقل في اللعب. لا هو برضه زي ما قلت لحضرتك، هو في برضه يعني لو احنا مثلا بنبص في الملعب، فكره انك انت بتلعب بليبرو متقدم، الكابتن حسن الشحاته كان موجود مثلا، هاني سعيد في المركز دوت، مع احترامنا لعلي غزال والكلام ده كله، بس في بطء شويه في القصه نهايه. في فكره انك انت بتلعب شوط والشوط الثاني مريح شويه، فكره انك انت المنتخب المفروض يلعب 92 دقيقه، لا ما احنا ما شفناش منتخب بيلعب 90 دقيقه كامله مع اجيري. فبرضه لسه القصه ان انا احكم على المدرب لا صعبه شويه. المنافس انت بتلعب. شفت ازاي التغير الكبير اللي لاحظناه في الشوط الاولاني والشوط الثاني؟ يعني شفنا أكيد منتخب بريني غير المنتخب اللي في الشوط الثاني. ممكن زي ما قلت لحضرتك اللعيبه معظمها كانت بيلعب مع بعضيها الفتره الاخيره كلها، نفس التشكيله ثابته، باستثناء مثلا بقى محمدي اللي هو لعب ماتش المجر الاخير، علي غزال واجه كذا، مثلا في مثلا عن ورده يعني فتره كان هيكتور كوبر بيلعب احتياطي، شفنا مثلا بيلعب مروان محسن برضه الفتره الاخيره، لا نفس التشكيله لعبت مع هيكتور كوبر. فاعتقد ان المنتخب البدايه كويسه جدا، بدايه كويسه. ممكن مثلا حماس ملعب بفكره ان انا مثلا عايز اخلص ماتش بدري، فكره ان انا خايف مثلا من المفاجات الافريقيه. لا اتمنى كمان المنتخب زي ما احنا بنتكلم ان هو يلعب بنفس الحماس، فده مش هيحصل الا لما مثلا المنتخب بيبقى واقف على رجليه بنسبه 90%، المنتخب يبقى التشكيل بتاعه يعني تشكيل لغايه دلوقتي ما شفناش مثلا تشكيل ثابت. المدرب كل مثلا كل معسكر بيستدعي لعيبه جديده. صحيح. بيجرب ودي فرصه هو كويسه. عايز يجرب كل اللعيبه. دي فرصه كويسه احنا بنعمل مثلا قدام الناس فيهم. غياب محمد صلاح الناس كلها مش قلقانه ودي حاجه منافس كويسه. منافس متواضع يعني في المستوى. اول مره مثلا المنتخب لا لضل محمد صلاح خلاص، يعني محمد صلاح راجل مجهد او مرهق خلاص يسافر ليفربول. انت شايف ان هو ما كانش المفروض يلعب الماتش اللي فات؟ الراجل ده كان مجهد او كان المفروض مثلا يلعب شوط واحد بس كفايه؟ الراجل كان لا اعتقد ان محمد صلاح نفسه كان يرفض ان هو يريح. يعني محمد صلاح نفسه اولا ان هو داخل في منافسه احسن لاعب في افريقيا. احنا سمعنا ان كان في خطاب او محادثه هاتفيه حصلت من ليفربول لمنتخبنا الوطني او طالبوهم ان هم يريحوا محمد صلاح لو يقدروا. حصل بس واحد دوت اولا محمد صلاح الفتره الاخيره في ليفربول مش كويس، وجوده في المنتخب بيديله دافع قوي جدا ان هو ينافس على جائزه احسن لاعب في افريقيا. صحيح. اللي هتعني ان شاء الله ربنا يقوم ان شاء الله ربنا ان شاء الله كده يكرمه ان شاء الله وياخدها للموسم الثاني على التوالي يا رب. فكره وجود محمد صلاح دي اعتقد ان الجهاز الفني حاجه نفسيه لمحمد صلاح نفسه اللاعب اولا. بتلعب قدام منافس يعني نسبيا سهل شويه انك انت تجيب هدف مثلا في هتديك دفعه معنويه انك ترجع ليفربول، عندك دوري ابطال، عندك الدوري الانجليزي. كمان الصحافه الاجنبيه نفسها الانجليزيه النهارده بتتكلم ان محمد صلاح كان متوقع ان هو يعني مش محمد صلاح يجيب هدف واحد بس في منتخب ضعيف زي منتخب سويسرا. طب انت شايف يعني الاختلاف ما بين المستوى ما بين بدايه محمد صلاح في الموسم الحالي في البريمير ليج حتى وصلاح في الموسم الماضي من البريمير ليج، شايف الاختلاف الكبير ده في المستوى بسبب ايه؟ عدة أسباب. أولا محمد صلاح دلوقتي السبوت الإعلامي والضغط الإعلامي عليه كبير. مش محمد صلاح مثلا اللي كان رايح مثلا سنة أولى دوري إنجليزي السنة اللي فاتت مع ليفربول، مش محمد صلاح مثلا اللي حقق أرقام قياسية، مش محمد صلاح اللي خد أحسن لاعب في إنجلترا، مش محمد صلاح مثلا صلاح اللي هو خد أحسن الهداف، لا محمد صلاح اللي وصل مثلا لنصف النهائي لنهائي دوري أبطال. لا أعتقد إن الضغط أو كل مثلا مدرب يبدأ لا يا جماعة خلي بالكم إن في لاعب اسمه محمد صلاح، ده الفرق اللي خلى ان في اهتمام شويه باللعيبه ومدافعين خط الدفاع عامه بتاع المنافسين. محمد صلاح نجم عمل مستوى رهيب السنه اللي فاتت مع منتخب مصر او مع ليفربول. البدايه بتاعت السنه دي مشكلته الاول مع الاتحاد على الكوره، كميه الماتشات الكتيره اللي لعبها محمد صلاح السنه اللي فاتت سواء مع منتخب او مع ليفربول، مفيش مثلا راحه خدها محمد صلاح بشكل كافي. برضو زي ما اقول مثلا فكره ليفربول ما لعبش السنه دي بتدعيمات كويسه، فرط في كذا لاعب مهم بالنسبه له كان عامل قوي بوجود محمد صلاح، اسيستات لمحمد صلاح.
التاتش اللي حصل بينه وبين ساديو ماني السنه دي نفسنا شويه، فكره انك انت مش لازم تبقى انت كل هداف، تبقى انت السبوتة وتاخد مثلا الشغل الاعلامي كله لوحدك. صحيح، فانت شفت ان فيها تعمد، يعني هو ماني مثلا قال انا مش هقعد اعمل لك اسيستات وانت اللي تفوز بكل الجوائز، فانا من حقي انا كمان. اي حد له علاقه بالكوره يفهم ان ساديو يعني في حاجه بين محمد صلاح وساديو ماني، يعني حتى برغم التصريحات اللي هي المجاملات بس انت عارف برضه احنا لو بصينا لها في نفس التوقيت ده من السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات في البريمير ليج هنلاقي صلاح كان جايب 4 اهداف، دلوقتي 3 اهداف. حلو، بس السنه اللي فاتت كان محمد صلاح لسه ما كانش لسه اتطبع بالفرقه، لكن محمد صلاح لعب مع السنه. زي ما قلت لحضرتك السنه دي كمان فكره الاصابه اللي حصلت الفتره الاخيره بتاعت النهايه في نهائي دوري الابطال، بكمان شارك منتخب مصر والنتائج اللي حصلت في منتخب مصر الضعيفه اللي كانت على عكس المستوى او على عكس المتوقع. الحاجه الثانيه كمان فكره المشاكل مع اتحاد الكره تسويقيه شويه، وان هو محمد صلاح اول مره يطلع ينزل مثلا فيديو لايف يتكلم فيه عن المشكله. لا، محمد صلاح في حاجات كتير مشتتاه شويه بعيد عن الاداء نفسه يعني. صحيح. بقى نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي عنده لقاء هام جدا قصاده فاق صديف الجزائري يوم 23 القادم في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. اكيد اللقاء ده هيحسم بنسبه كبيره جدا البطوله طبعاً الافريقيه لصالح النادي الاهلي باذن الله ترجع لنا مره ثانيه بعد غياب من 2013. اسالك الاول، شايف النادي الاهلي هيتعامل مع اللقاء ده ازاي في ظل وجود غيابات مؤثره جدا في الفريق؟ هو زي ما بيقولوا كده الاهلي من الحضر، الله يكون في عمر الجهاز الفني طبعا. عنده 14 لاعب اساسيين بين اصابات وبين ماتشات دوليه، ربنا يستر على اللعيبه الدوليه طبعا عشان ما تبقاش المشكله مشكلتين. اعتقد ان الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي بقياده الكابتن كارتيرون والكابتن محمد يوسف بيعمل حاجه كويسه جدا، يعمل تدوير كويس. شفنا كذا لاعب ظهر مستوى كويس جدا في البطوله العربيه، ماتش كاس مصر الاخير. كمان الفتره الاخيره فتره التوقف الدولي الحالي الموجوده في اكتر من لاعب بيتم تجهيزه، مثلا حسام عاشور ان شاء الله يلحق الماتش، في سعد سمير، في محمد نجيب. لا ان شاء الله الجهاز الفني باللعيبه الموجوده ان شاء الله يقدموا مستوى كويس جدا ان شاء الله. النتيجه يعني اللي مش عايزين نقول انها مش مرضيه قوي، بس 2-0 برضه اكيد اتحاد يعني 2-0 بالنسبه لنا هنا في الاجواء بتاعت الجزائر. مثلا المصري كسب هناك في الجزائر، بس التعامل الجماهيري صحيح مع ماتش اهلي غير التعامل الجماهيري مع اي فريق تاني مصري. صحيح، وكمان مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اخر لقاء للنادي الاهلي الاسبوع اللي فات، شفت ايه المشاكل اللي واجهت النادي الاهلي وخلته ان هو يخسر المباراه دي بنتيجه 4-3؟ بص، هو كان واضح في بالنسبه للنادي الاهلي مشكله في خط الدفاع، عدم الربط اللي كان في خط الدفاع خالص، والاتحاد السكندري استغل الكرات الطوليه اللي ورا خط الدفاع. صحيح، مع صحيح سرعات رزاق سيسي. بالاضافه كمان عدم التمركز الصحيح، يعني شفنا الجول الثاني بتاع خالد قمر بيجي واقف لوحده خالص جاي من ورا ومنطلق بسرعه كبيره قوي. الجول الرابع نفس القصه، الجول لا في مشكله في خط الدفاع بتاع النادي الاهلي. كمان في مشكله بالنسبه للخط الامامي. الفرص السهله اللي بتجي من النادي الاهلي دي برضو علامه من علامات اللي المفروض الجهاز الفني يتوقف عندها. برغم ان النادي الاهلي جاب 3 اهداف وبعد كده في كاس مصر جاب 3 وقبلها في البطوله العربيه جاب 4 اهداف، بس في مشكله في خط الهجوم وخط الدفاع. اعتقد ان مستر كارترون الفتره الاخيره في التدريبات تحديدا لازم يركز عليها، خاصة ان خط دفاع وفاق سطيف ضعيف شوية لو حطينا مثلا مهاجمين سرعة، وده اللي وضح في الجول بتاع الجول الاولاني. احمد حمودي عدى وخلاص باص الكرة وليد سليمان جاب جول، فلا خط الدفاع في مشكلة في فاق سطيف، المفروض الجهاز الفني يركز على القصة دي بتاعت النادي الاهلي. طيب لو اتكلمنا برضو عن عامل الجمهور واكيد كمان عن عامل الارض النجيل الصناعي، شايف ان ده هيكون تاثيره سلبي على النادي الاهلي؟ لا، هو اولا انا قلت في بالنسبه لجمهور الجزائر بيكون فيه اهتمام شديد قوي بماتشات الاهلي. انا قلت طبعًا مع بعثه الاهلي في 2010 ماتش شبكه الجزائر، لا مش عايز اقول لك يعني طول 90 دقيقه الجمهور ما بيكلش ويمل من تشجيع. يعني فكره انك انت تبقى في مدرج كده حواليك مثلا 30 40 الف، الملعب كمان بتاع وفاء سطيف
قريب شويه، الجمهور بتاعه قريب شويه صحيح من الملعب، من الملعب نفسه. فده هيعمل، بس اعتقد خبرات لعيبه النادي الاهلي، الاهلي كمان بيقدم مستوى كويس بره افريقيا في الماتشات خارج ملعبه، يعني مش عايزين نقول مثلا احسن، بس لا يعني تقارب شويه الاداء اللي بيلعب بيه هنا في مصر. نجيل الصناعي، النادي الاهلي برضه لعب قدام اتحاد العاصمه قبل كده في بطوله برضه في اعتقد 2005 2006 ونجح محمد بركات وقتها ان هو يجيب. لا مشكله ان النجيل الصناعي مش بالنسبه لنا ان شاء الله تبقى مش مشكله كبيره بالنسبه للعيبه النادي الاهلي من وجهه نظري، وخبرات لعيبه النادي الاهلي برضه زي ما قلت لحضرتك في افريقيا ان هو اتعامل خلاص مع الجمهور، ان احيانا كمان لما كان هنا فتره توقف الدوري فتره 2012 2013 كان كنا بنلعب من غير جمهور، النادي الاهلي كان بيلعب بره بجمهور. فلا قصه الجمهور بالنسبه لنا هتبقى من بالنسبه لنا اعتقد النادي الاهلي، وكان النهارده في تصريح للمستر كارتيرون ان هو بالنسبه له الجمهور مش ازمه، ويعرف يتعامل مع قصه الجمهور والحاجات اللي زي كده في الجزائر اللي هو لعب قبل كده في الجزائر مع تيم مازيمبي. صحيح. طيب علي معلول واصابته، طبعا علي معلول واحد من اهم الاوراق الرابحه للنادي الاهلي، شايف مين ممكن يعوضه؟ والله هو في حلين يعني، بس اعتقد ان الحل الاساسي دلوقتي لو محمد نجيب رجع ممكن يلعب محمد نجيب وسليف كولوبالي ورا، ويلعب ايمن اشرف باك شمال. لو ما لحقش محمد نجيب ان هو يرجع او سعد سمير مثلا، اعتقد ان الحل الامثل دلوقتي صبري رحيل، وده اللي شفناه في الفتره الاخيره ان مستر كارتيرون بيدي صبري رحيل في ماتشات البطوله العربيه صحيح. او بطوله كاس مصر الفتره الاخيره بالرغم من يعني مع احترامنا لكل لعيبه النادي الاهلي، علي معلول شويه بالنسبه لمنتخب تونس النادي الاهلي راجل بيلعب مستوى ثابت الفتره الاخيره. صبري ان شاء الله اتمنى ان هو يعوض غياب الكابتن علي معلول ان شاء الله. ان شاء الله اكيد كلنا بنتمنى. طيب من امبارح للنهارده حطينا سؤال للجمهور على صفحات السوشيال ميديا، سالناهم في رايكم مين هو البديل الانسب لمحمد صلاح في المباراه اللي جايه ان شاء الله لمنتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند يوم الثلاثاء القادم. فسريعا كده نروح نشوف معاك او نستعرض معاك ردود الجمهور علينا. عبد الله السباغ قال لنا مساء الخير، انا شايف انه يلعب بعمر ورده والشحات وتريزيجيه وقدامهم كوكا، رايك ايه؟ تشكيل كويس. محمد فراج كمان قال مساء الخير، انا اتوقع انه هيكون حسين الشحات. كمان احمد حسين بيقول مفيش انسب من حسين الشحات، تحياتي ليكي بشكرك جدا يا احمد. محمود بيقول عمرو ورده مكان محمد صلاح والشحات مكان ورده. احمد ناصر بيقول حسين الشحات. سامح المصري بيقول البديل هو حسين الشحات او ورده. كمان ايه الاهلاويه بتقول مساء الفل عليكي، حسين الشحات افضل بديل لمحمد صلاح. احمد عبده كمان بيقول انا بقول ورده بديل لمحمد صلاح وكده التشكيله تتغير وهيلعب 4-3-3. وحسين ابو عمران بيقول احلى مساء عليكي بشكرك جدا وعلى ضيفك المحترم، بديل محمد صلاح هو حسين الشحات. محمد عادل بيقول حسين الشحات. دي كانت الاراء اللي جات لنا على الفيسبوك، كلهم يمكن بيجتمعوا اجتماع عن ورده وحسين الشحات بنسبه 90%، ان حسين زي ما قلت لحضرتك كان في كلام يعني حتى في المعسكر الاخير كنت في المعسكر كان في يعني جلسات خاصه بتحصل بين الكابتن هاني رمزي ووقفات خاصه مع حسين الشحات. احنا شفنا عمرو ورده الماتش اللي فات فاعتقد ممكن يلعب بالاثنين حسين الشحات وعمرو ورده والجناح الثانيه تريزيجيه، او يغير مثلا عمرو ورده جناح ويخلي حسين الشحات نص ملعب ويلعب قدامهم مروان محسن زي الماتش اللي فات. فهو التشكيل مش هيحصل فيه تغيير بنسبه يعني الناس كلها خلاص دلوقتي. بمناسبه الكلام على عمرو ورده، يعني شايف ايه الازمات اللي بيمر بيها اللاعب في ناديه في اليونان او في الدوري اليوناني وعدم مشاركته في المباريات المتتاليه ورا بعض؟ واضح ان هو عنده مشكله كبيره مع المدير الفني للنادي اليوناني، وشكل كده الموضوع بينهم يعني وصل لطريق مسدود. هو يعني عمرو الفتره الاخيره برضه في عدم التزام شويه بالنسبه للانديه اللي احترف فيها، في كذا مشكله، في كمان قبل كده مشكله اتعرض ليها مشكله مع احدى الفتيات والكلام ده كان فيه كلام اخلاقي تنطور على عمرو. لكن عمرو نفسه محتاج يطور من ادائه شويه، يهتم شويه بالناحيه البدنيه بتاعته. فاحنا شفناه الموسم اللي فات واخد يمكن جايزه افضل لاعب، جايزه افضل لاعب دي حقيقه ما فيش مشكله، بس انا زي ما قلت لك اللاعب لما يوصل مثلا الفكر الاحترافي بتاعه قليل شويه بيبقى فيه بيخش بقى اللي هو فكره انا ممكن نلتمس له العذر لان هو فعلا سنه صغير جدا قله خبره. يعني بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك يعني الاحترافيه زي ما احنا شفنا مثلا محمد صلاح ومحمد من
اول ما طلع مثلا ما فيش اي مشاكل مثلا معاهم. تريزيجيه نفس القصه، قعد فتره مثلا ما بيلعبش، غير ساب النادي وراح نادي ثاني. لا، لكن فكره ان انا اسيب نادي كل سنه او كل موسم العب في نادي جديد، لا، دي طبعا يعني نلوم على اللاعب نفسه مش على المدرب بتاعه. انا اعتقد ما فيش مثلا مدرب يحب مثلا لاعب يكسبه لازم العب بيه. ما فيش مثلا بتاع دوت فكره ان انا اجيب لاعب هعمل مثلا معاه مشكله كده من باب الباب. لا، فكره ان انا مثلا لاعب مش ملتزم يبقى خلاص ريح شويه، ممكن تكون مثلا قرصه ودن شويه. اللاعب لو التزم احنا بنشوف مثلا بينزل بيعمل مثلا ماتشات كويسه في الفترات الضيقه اللي بيديها له المدرب يعني. صحيح. طيب خليني برضو اسالك عن وجود ثلاث لعيبه في الدوري اليوناني، هل ده هيفيد منتخبنا الوطني الاول؟ يعني وجود كوكا، باسم مرسي، وعمرو ورد، هل شايف ان الدوري اليوناني ده دوري قوي؟ هو ممكن احنا نبص من ناحيه مش قصه اللعيبه بيروح يلعب في الدوري مثلا اليوناني او الدوري التركي، غير اللعيب مثلا بيختار نادي بيلعب في الدوري الاوروبي. وشيكابالا كمان اكيد. وشيكابالا موجود. لكن الفكره ان احنا بنتكلم اليوناني تصنيفه قليل شويه في الدوريات الاوروبيه. صحيح. بس ممكن نلتمس شويه العذر، اللعيبه مثلا بتاعتنا عايزين يبانوا في اوروبا. فكره ان انا خلاص هلعب في اوروبا يبقى انا كده موجود في الاولويات استدعاء الجهاز الفني للمنتخب. يعني لعب في اوروبا في الاخر احسن من اللعب في مصر. احسن من اللعب في مصر. اولا في ظروف الفتره الاخيره مثلا بعض اللعيبه مثلا ما كانتش بتشارك، ليش كمان مثلا كان في مشكله في النادي بتاعه، باسم مرسي نفس القصه، احمد حسن كوكا كان في مشكله في براجا البرتغالي فاختار ان هو يرحل شويه بحيث ان الدنيا تتلم شويه مع المشاكل بتاعته. لكن المردود اللي هيرجع على منتخب مصر ايجابي شويه، لكن اعتقد ان لو في مثلا لعيبتنا يكونوا في دوريات اعلى شويه في الترتيب هيبقى افضل اكيد لمنتخبنا، هيفضل افضل للاعب نفسه وهيعود بالافاده على منتخب مصر. خليني بقى السؤال ده يودينا لسؤال تاني، اعتبارا ان لعيبه شمال افريقيا التوانسه والمغاربه وما الى ذلك لعيبه محليين، ده هيأثر ازاي على منتخبنا الوطني الاول؟ يعني احنا دلوقتي عندنا اربع اجانب في كل فريق. تمام. فلو احنا فتحنا الباب ده فالاجانب هيكتروا يعني. صح. خلاص يعني مثلا في الاهلي عندك وليد ازارو، عندك علي معلول، دول هيحسبوا ان هم محليين، هنجيب تاني اثنين لعيبه اجانب غيرهم يعوضوا الفرق. احنا ممكن نتكلم نجيب نرجع شويه لورا، كام لعيب من شمال افريقيا نجح في مصر؟ ده غير طبعا ان في سوريين وفلسطينيين. لسه لحضرتك انا بقول لك يعني هنرجع كده نعد كده كام لاعب من شمال افريقيا نجح في مصر. باستثناء انيس بوجلبان، علي معلول، وليد ازارو. دول الثلاثه الابرز واللي لعبوا في منتخبات بلدهم، وحمد النقاس دلوقتي وفرجاني الساسي بتوع تونس عشان دول بيلعبوا في منتخب مصر. منتخب تونس قصدي. صحيح. لكن بعد كده في وسام العبدي، في يامن بن ذكري، في كذا لاعب. خلينا بس نتكلم عن فرجاني الساسي وعن علي معلول وعن وليد ازارو وعن اللعيبه اللي موجودين في الاهلي وفي الزمالك. دول في اثنين هنا ناجحين مع الاهلي واثنين هنا ناجحين مع نادي الزمالك، وهنا طبعا في اربع لعيبه اجانب وهنا في اربع لعيبه اجانب. لو احتسبنا ان خلاص طلعنا من حسبه الاجانب الاثنين اللي هنا الناجحين والاثنين اللي هنا الناجحين، فهيبقى في اجانب اكتر موجودين. فده هيقلل من فرص اللعيبه المحليه. صحيح ان هم يبانوا، ده غير كمان الفلسطينيين والسوريين. غير كمان غير كده وكده كمان حضرتك، انا مش هدي كده فرصه للاعب بتاع الناشئ اللي عندي ابدا. فكده تبقى انت كده بترمي ملايين في الارض. فكره ان انا قطاع الناشئين دوت انا عامله علشان لعيب مثلا يتصاب، لعيب كبر سن شويه، في لعيب مميز بطلع الناشئين. فدي الفكره كمان ان احنا دي مشكله. لا، احنا ممكن نعمل حاجه كويسه، احنا ممكن نقنن فكره اللاعب المحلي، اللاعب اللي شمال افريقيا. هنجيب والله يا جدعان يا جماعه في نقعد كده الاتحاد ليك لاعب واحد مثلا، ليك مثلا لاعب واحد او مثلا لاعب مثلا في التشكيله بتاعتك والتاني مثلا احتياطي او بره التشكيله خالص او بره ال 18 زي ما يعني ما القصه كلها بتحصل في اي حد في الدنيا كلها. انا اولى بيا ابن بلدي يلعب، خاصه احنا الفتره الاخيره اكتشفنا ان احنا ما عندناش راس حربه مثلا، منتخب مصر ما عندوش راس حربه. فما بالك بقى لما يبقى يكون فعلا القرار ده مطبق، هتبقى مفتوح. مشكله كبيره. لا، وكمان دلوقتي هجيب كام لاعب؟ الفكره كمان انا هجيب كام لاعب؟ ثانيا انت عرضت الكلام ده على الانديه ولا لا؟ صحيح. فكره ان في تونس كان الاجتماع الاخير يعني تصريح دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قال فيه انا موافق على القرار ده في حاله واحده بس، انتوا بقى صرحوا بقى المنتخب مش لازم يكون خلاص في منتخب. كده خلاص انت مثلا كل لاعب زمان، انا دلوقتي هجيب مثلا لعيب فلسطيني ولعيب سوري دول محليين، هضيف مثلا عليهم دلوقتي شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا. لا كده انتوا مثلا داخلين مثلا في خمس ست دول. ده غير بقى عندك كمان اربعه اجانب، مثلا عندك انت اربعه عندك اربعه اجانب، فهتلاقي مثلا مش هتلاقي ممكن لعيب واحد محلي في مش هتلاقي الدوري المصري. لا طبعا القرار اعتقد ان هو ممكن مثلا نقول مثلا حاجه يعني
شويه قرار انفعالي شويه، مثلا النخوه واخدانا شويه مثلا، او العروبه مثلا. العروبه لا مش العروبه بس برضو يعني يعني القاره الافريقيه القاره الافريقيه عامه برضو، مثلا فكره مثلا الاتحاد الشمال الافريقي عاوز مثلا يعمل لقطه ظريفه ولقطه كويسه. لا لو القرار اتخذ بشكل كويس بس احنا لو بصينا برضو هنلاقي بره ان هم بيعتبروا مثلا اوروبا كلها اللعيب الاوروبي ده لعيب عادي محلي، بس ما فيش مشكله، بس ما بيأثرش على منتخباتهم. بس احنا عارفه ان هو لو جه عندنا احنا هيبهدلنا. بقول لحضرتك الفكره انك انت ما تقارنيش لاعب اوروبا باللاعب اللاعب العربي ولا امكانيات اوروبا ولا امكانيات طبعا. ثانيا الفكره كمان انا دلوقتي ممكن اجيب مثلا لاعب استفاد منه، عندي مثلا مشكله مثلا في خط الدفاع، نجيب مثلا لعيب افريقي كويس، لاعب مغربي. ثانيا برضو ان احنا نبص حاجه تانية كويس، احنا لما جينا نشوف ان ازاي الدفاع يعني او حتى مثلا بتكلم عن النادي الاهلي، لما جينا نشوف ممكن ازاي قرار ان احنا نشوف اللعيبه السوريين والفلسطينيين بيتعاملوا معامله المصريين، وجينا نحاول نعوض ده في الدفاع، ده ما ينفعش. اولا ما ينفعش. ثانيا زي ما قلت لحضرتك التجربه نفسها، ده في لعيبه جت ومشت محدش سمع عنها اصلا. التجربه نفسها اثبتت ان هو لا، اللاعب بتاع شمال افريقيا المميز فيهم بيطلع اوروبا، ان هم اولا بيتكلموا لغات فرنساوي او ايطالي او مثلا حسب المكان اللي بيتكلموا فيه، فكلهم المميزين فيهم بيكون في الدول اكيد يكون طموحه اوروبي اكيد يعني بتاع دوت. لكن الفكره فعلا انا مع الدكتور كرم كردي في فكره ان هو اللاعب المحلي لو كده هيجي بيتعمل شمال افريقيا لاعب محلي، اكيد هنسرح المنتخب ونقلبه بقى دوري شمال افريقيا. صحيح. طيب تعالى نرجع مرة تانية لردود أفعال الجمهور على نفس السؤال، سؤال مين هيكون بديل لمحمد صلاح في المباراة القادمة، مباراتنا يوم الثلاثاء القادم قصاد سوازيلاند بإذن الله. محمود سالم من على تويتر بيقول، حسين الشحات سامي بيقول عمرو ورده هو أفضل بديل، محمد الدولي بيقول كل اللعيبة رجالة والمنتخب لا يقف على لاعب، عمرو بيقول حسين الشحات في ظل عدم وجود وليد سليمان، كمان عبد الله جميل بيقول حسين الشحات بشكرك جدا كلك ذوق يا عبد الله، محمود عبد الرازق بيقول حسين الشحات اكيد، احمد الشربيني صلاح ملوش بديل، حسام نصر بيقول حسين الشحات كنت اتمنى انضمام وليد سليمان عشان هو الانسب لذلك، والله كلنا كنا بنتمنى معاك. محمد احمد نوح بيقول مساء الورد بشكرك، اتمنى كنت اتمنى وليد سليمان بس في القايمه اكيد حسين الشحات وربنا يبعد الاصابات. محمد مدحت بيقول حسين الشحات، دي كانت طبعا بعض المشاركات اللي جات لنا من جمهور قناة النادي الأهلي سواء على الفيسبوك أو على تويتر ردا على سؤال حلقتنا من امبارح النهاردة، كان موجود على السوشيال ميديا مين هو الأنسب يلعب بديل في المباراة القادمة، مباراة سوازيلاند قصاد منتخبنا الوطني أول يوم الثلاث اللي جاي، مين هو البديل الأنسب لمحمد صلاح بعد إصابته وخروجه من المعسكر. أستاذ محمد الديك الناقد الرياضي في الشروق نورتنا النهاردة في كلام في الميديا، استمتعنا أكيد بوجودك معنا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا، يوم سعيد جدا عليكم باذن الله.